اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروعا لإعادة بناء المباني المتآكلة في مدينة كلباء من المدخل الشمالي وحتى القلعة. جاء ذلك خلال مداخلة سموه في الخط المباشر عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة. عندنا مثلا في كلباء مشروع كلباء مشروع من مسجد الشيخ سعيد وين قلعة كلباء إلى أن نوصل إلى آخر حدود كلباء. هذه المنطقة الآن كل العبارات هذه ستزال، ويباشر الآن المقاول في بناء جديد على أحدث طريقة وأجمل طريقة، وهي هدية لأصحاب البنايات المتآكلة. نسرع نحن حتى ما هي تتعطل الأمور. عندنا بعض أراضي فاضية، فنحن نبدأ في الأراضي الفاضية وننقل المحلات إلى هذه الأماكن عشان نكمل يعني. وستصبح كلبة من هذه الجهة من مدخلها الشمالي إلى أن نصل إلى قلعة، والواجهة البحرية تتغير هذه بكلية وتصبح يعني حتى يمكن ما نقول لها النافس خركات، لكن تصبح جميلة، شاطئ جميل. وهذا على طول اليوم أنا اعتمدت الشغل إن شاء الله يبدأ بسرعة، والعمل بياخذ سنة بالضبط إن شاء الله. ولأن نحن الآن كل ما نجهزه كله للسنة القادمة.